استاذ عادل، استاذ عادل، اصحى وصحي النوم. صباح الخير يا عادل بيه، خليك مرتاح، هتروح فين؟ بقى مش عيب يا راجل تبقى ضيف عندنا في البنسيون ولا نعرفوش. انت مين؟ انا اخوك عباس، عباس الديزل صاحب البنسيون ده. وعايز ايه مني؟ عايزين نخدموك. تخدمني؟ معلوم، لان عيب قوي لما يكون عندنا راجل مجدع زيك في البنسيون ولا نقوموش معاه بالواجب. بس بقى دي غلطتك انت، لانك معرفتناش انت مين بالظبط. بركه في الواد مرزوق، هو اللي هرشك وعرفك. المهم دلوقتي يلا بينا نخرج ونسيب البنسيون. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ الله يا عادل بيه، انت راجل كلك مفهوميه وعارف ان وجودك هنا هيعرضك ويعرضنا معاك للخطر. يعني انت بقى بلا مؤاخذه البوليس بيدور عليك، ولو عارف انك مستخبي عندي هنا في البنسيون هيقولوا ان بقوا مجرمين وقتلين قتله. ونروحوا في داهيه معاك. بس انا مش مجرم وما قتلتش. يا عم تقتل ما تقتلش ده شيء يخصك، المهم انك تخرج معايا من البنسيون دلوقتي. نسيب البنسيون ونروح على فين؟ ما تخافش كده، هتبلغ عني البوليس. انا استخسر الجدعان اللي زيك في البوليس. انت بلا مؤاخذه بقى هتيجي عندي في الحفظ والصون. يلا يلا عادل بيه، روح اغسل وشك وفرفش وغير هدومك. يلا امال. وادي يا مرزوق. نعم يا معلمه. روح بلغ الجماعه اننا جايين في السكه، بلغهم في التليفون. ماشي يا معلمه. اهلا اهلا يا عادل بيه، نورت البنسيون. الو، ايوه انا مرزوق. هما جايين في السكه. لا كله تمام، كله تمام، مع الف سلامه. لقيتو؟ مش عيب حضرتك برضو، سيد لما يقول لسيادتك هيجيبه يبقى هيجيبه. وكان مستخبي فين؟ في بنسيون في المنشية تحت الأرض، مش مرسوم على الخريطة. يعني خلاص لقيتوه بقى، هتاخدوه تودوه على هناك دلوقتي؟ أيوة. استأذن أنا بقى عشان أوصل للرجالة وأطمن بنفسه إنه وصل. طيب يلا انت على طول يا سيد. حاضر، وبعمل لي تليفون اول ما توصل. حاضر. مات يا الله، خلصنا بقى. خلاص يا سيدي، خلاص خلاص. بس ممكن البس البلطو؟ ممكن قوي، والبسهولك كمان. اتفضل. انت بتدور على ايه؟ لازم على المسدس. اتفضل اهو.
يلا بقى، بس يكون في علمك انا فرحت الرصاص من المسدس. اصل عيب قوي لما يكونوا اتنين اخوات ويشيلوا في جيوبهم سلاح. يلا اتفضل اتفضل يا عادل بيه. الو، ايوه شوقي بيه، مساء الخير. انا حسني. حسني بردون، الله يخليك. احنا عترنا يعني، هم يعني عتروا على الجدع اياه، وزمانهم طبعا دلوقتي ودوه هناك يعني. على كل حال بسولي بيه هيكلمك دلوقتي. الو، اهلا يا شاوي، مساء الخير. مساء النور يا سيدي، اهلا. لا ابدا، انا اصلا عندي شويه شغل قلت اسهر اخلصهم في المكتب. لا دي عمليه تانيه خالص، لازم يعني لواري وجرارات. الله الله الله. انت هتقر علينا ولا ايه يا سيدي؟ احنا ناس شغالين على قدنا. الدور الباقي عليك انت، مش ملاحق هنا ولا هنا ولا هنا. المهم عفارم عليك انك قدرت تعطر في الولد ده تاني. انا كنت خايف احسن البوليس يلاقيه قبل مننا. المره دي اكيد كانوا هيقرروه على كل حاجه. المهم زي ما اتفقنا، خليك بعيد عنه خالص، سيب لنا الحكايه دي. يا سيدي انت عصبي وبتفقد اعصابك بسرعه، لكن انا بعرف ازاي اتعامل مع اللي زيه. كده؟ طيب يا سيدي، اديني بعيد عن الحكايه اهو. همتك انت بقى معاه. بس اسمع، خد بالك الولد ده مش سهل. لا لا لا، يعني ما يغركش شكله كده ومظهره وحركاته. ايوه هو سايق الهبال على الشيطانة، لكن هو مية من تحت تبن. كده اهو. طيب يا سيدي، طيب خلاص اتصرف انت معاه زي ما يعجبك. اسمع يا شاوي، انا هستنى منك تليفون بكره. طيب مع السلامه. طيب استاذن انا بقى بس يوني بيه. ايه استنى، رايح فين؟ ابدا هروح. تروح ايه يا اخي دلوقتي؟ خليك معانا شويه. لا اصل في الو. ايوه يا سيد، ايه كله تمام؟ طيب تعال انت بقى بسرعه. مع السلامة. وصل؟ ايوه وصل. خليه بقى قاعد مرمي هناك لحد ما لحد ما يبان له صاحب. افتحوا الباب!
بشفا يا نينا. كتر خيرك يا بنتي. عاوزين نبقى نجيب من الدواء ده عشان قرب يخلص. يا نهد يا بنتي، انت تعبه نفسك معايا اكتر من اللازم. ما تقوليش كده يا نينا. مش دي الحقيقه يا بنتي. معطله شغلك وحالك وربطه نفسك بيا طول الوقت. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا نينا؟ انت عارفه غلاوتك ومعزتك عندي قد ايه. ولا خلاص زهقت مني وما عدتيش عايزه تشوفيني كل يوم؟ انا يا ناهد ربنا لا عالم يا بنتي، مش عارفه لو ما كنتيش جنب الايام دي كان ايه اللي حصل. معلش يا نينا، ان شاء الله ربنا هيفرجها. برضو عادل ما اتكلمش في التليفون. لا، من ساعه ما كلمني من اسكندريه ما اتصلش تاني. هو مش كان قالك انه اول ما يوصل مصر هيجي على هنا او يتصل بالتليفون؟ ايوه يا نينا، بس انت عارفه ظروف عادل، يا جوز ما لقاش فرصه انه يتكلم او يجي، وجايز يكون لسه في اسكندريه لحد دلوقتي. صباح الخير يا ناهد. صباح النور يا حسين. ازيك وازي نينا حميده النهارده؟ الحمد لله. اتفضل. الاستاذ حسين يا نينا. صباح الخير يا نينا. اهلا يا حسين. اهلا يا ابني. لا لا، انت النهارده ما شاء الله احسن كتير. الحمد لله يا ابني. اعمل لك شاي ولا قهوه؟ لا لا اقعدي، مش هقدر اشرب حاجه. وده معقول برضه؟ معلش يا نينا عفيني، اصلي من اول ما صحيت وانا عمال اشرب في شاي وقهوه. مفيش اخبار عن عادل يا حسين؟ ده انا اللي لسه هسالكم، هو ما كلمكيش تاني يا ناهد؟ لا. يبقى اكيد هيتصل تاني قريب. انا قلبي متوغوش قوي يا حسين. ربنا معاه. المحامي بتاعك ما قالكش حاجه جديده؟ القضيه ماشيه غيابي. مفيش أي نتيجة ظهرت من التحقيق؟ لا، وللأسف هروب عادل كان أهم نقطة ركزت عليها النيابة علشان تثبت عليها الجريمة أكتر. يا ابني يا ضنايا يا ابني. يا نينا ما تعمليش في نفسك كده. مش قادرة، مش قادرة بقى يا ناس، مش قادرة استحمل اللي أنا فيه ده. ده ضنايا الوحيد يضيع مني كده أهو في غمضة عين. ما تقوليش كده يا نينا، الحق مصيره هيبان. هيبان؟ هيبان امتى يا ابني؟ ما ده احنا صابرين اهو، مفيش أي حاجة بتبان. بالعكس، كل يوم المصيبة بتزيد أكتر وأكتر. يا ريتني مت قبل ما أشوف اليوم ده. بعد الشر عليك يا نينا، ما تقوليش كده عشان خاطري. بس لو أعرف، لو أعرف هو فين وعامل إيه. يعني في الحفظ والصون. برافو عليك يا ديزل. هكبر لك البنسيون يا هلا، هبني لك دور تاني، دور تاني على حسابي. تقول ايه؟ كان معاه سلاح؟ طبنجة؟ جدع، برافو عليك. مهمتك انتهت. مع السلامة. يا فضل. نعم. اندهل الواد نمر. حاضر يا بيه. نعم يا سعادة البيت. اسمع يا نمر، تطلع على طول على عباس الديزل، خد معاك اتنين من الرجالة، استلموا الواد اللي هناك، غموه تطلعوا بيه على الأوضة اللي بنشاوم فيها الاسكارتر، تقفلوا عليه وتعين عليه حراسة. حاضر سعادة البيه. اسمع يا نمر، مش عاوز الجن الأحمر يعرف طريقه. ولا بسيوني بيه. ولا بسيوني بيه. وخليكوا على اتصال بيا. ماشي. Thank you.
افتحوا الباب. افتحوا يا كلاب. انتوا مين؟ افتحوا الباب. طيب عن اذنك بقى يا نينا، مش عايزه حاجه؟ كتر خيرك يا ابني، مع الف سلامه. عن اذنك يا ناهد. مع السلامه ناهد. ما تنزلي في سكه حسين يوصلك بالعربيه. انا تحت امركم. انت رايحه فين؟ كنت نازله البلد اجيب نتيجه التحليل من عند الدكتور. خلاص اوصلك لغايه هناك وبعدين ارجعك هنا، او اوديكي اي حته تانيه انت عايزاها. طيب عن اذنك بقى يا نينا، هفوت عليك العصر. مع السلامة. الو، ايوه يا شوقي، انا بسيوني. ايه ما كلمتنيش ليه؟ طيب طيب، المهم عملت ايه مع الجدع ده؟ ايه انت بتقول؟ ايه معقوله لسه ما قابلتهوش لحد دلوقتي؟ طيب ليه يا سيدي؟ ده ترتيبي انا، مالكش دعوه بيه. الله، احنا مش اتفقنا على انك هتشيل ايدك من الحكاية دي خالص؟ انا قاصد كل ده؟ انا حسيبه مرمي يومين كده عشان يتأدب ودماغه تلين. هو طبعا مش عارف مين اللي حبسه الحبسة دي، ولا موجود هناك ليه، ولا هيفضل هناك لحد امتى. وده بقى اللي هيجننه ويخلي عقله يشت، ولما يستوي تماما هستلمه انا بقى. ساعتها كل اللي هقوله له هينفذه ومش هيعترض عليه. طيب طيب، ما تقلقش انت بس. مع السلامة. كتير قوي. ما تعمليش كده يا ناهد، عيب قوي اللي بتعمليه ده. انت عليكي مصاريف كتير قوي، دكاتره وتحاليل وغيره. خليني بس احس ان معاكي في الازمه دي. ايوه، ما انا لسه واخده منك من كام يوم. معلش، مالكيش انت دعوه، قلت لك ده حساب بيني وبين عادل. امسكي يا ناهد. استاذ حسين، انا مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش اي حاجه وما تكبريش بقى الموضوع. امسكي. متشكر قوي. لسه برضه ما بتروحيش الشركة؟ لا لسه، مع ان اجازاتي خلصت والمفروض ارجع اليومين اللي جايين دول.
قررتي ايه؟ مش عارفة، مش طايقة اروح الشغل تاني بعد كل اللي حصل. بس اللي حصل ده انت مالكيش اي دخل فيه؟ ماليش دخل فيه ازاي يا استاذ حسين؟ ده انا سكرتيرة القتيل وخطيبة المتهم بقتله، ولو رحت الشغل هيتلموا عليا الزملاء وهاتك يا اسئلة، ومحيصدقوا يلاقوا موضوع زي ده عشان يضيعوا فيه وقتهم. انت اصلك ما تعرفش موظفين الشركة دي بالذات. انا ما استحملش اقعد في مكان وانا حاسة ان الكل فيه بيتكلم عني. خلاص سيب الشركة دي خالص، قدمي لهم استقالتك. اقدم استقالتي واشتغل فين بعد كده؟ تشتغلي معايا في شركتي. انا بتكلم جد يا ناهد، صدقيني انا محتاج قوي الانسان اثق فيه يمسك لي شغلي، لان بضطر اعمل كل حاجه بنفسي، وده بيضيع لي جزء كبير جدا من وقتي. ليه بقى؟ هو انت ما عندكش موظفين في الشركه؟ عندي طبعا، بس لو ما راجعتش وراهم على كل كبيره وصغيره الشغل يبوظ، ولحد دلوقتي ما لقيتش الانسان اللي اثق فيه واسلمه كل اسراري وانا مطمن، وافتكر مش هلاقي غيرك للمكان ده. متشكرة قوي على ثقتك دي. طيب ما قلتيش رأيك في ايه؟ في انك تبقي معايا، يعني تشتغلي معايا. اعتبرني خلاص قلت رأيي. يعني موافقة؟ واستلمت الشغل من دلوقتي. متشكر قوي يا ناهد. ايه في ايه؟ ما تبصيش. في حاجة؟ الراجل اللي قاعد ورا ده ابو نضاره سودا، بس ما تبصيش. ماله؟ دي تالت او رابع مره اشوفه هنا، وكل مره احس انه قاعد يبص لي زي ما يكون بيراقبني. طب ما يمكن يكون زبون في المحل وبيتردد دايما. ما انا فكرت في كده الاول، لكن النهارده الصبح اختيلت بيه وانا طالع البيت عند عادل. عادل مش جايز يكون بيراقبني انا مش انت؟ ممكن. على اي حال ما تاخديش في بالك، ده وضع طبيعي انهم يراقبونا. وضع طبيعي ازاي؟ ما تنسيش ان عادل هربان وهم حاسين انه هيتصل بينا او يقابلنا، عشان كده طبيعي جدا انهم يراقبونا. ده ماشي. لما حس اننا بنتكلم عليه. ما هو لو كان بيراقبنا ما كانش ماشي قبلنا، كان استنى لما احنا نخرج ويخرج ورانا. لا، ما هو ما بيعملش الحكاية دي لوحده، اكيد في اتنين تلاتة غيره مستنينا. مالك؟ انا خايفة. طول ما انا معاكي ما تخافيش من اي حاجة. خلينا قاعدين مع بعض هنا. ساعات هناك بحس ان انا ظلمك معايا. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عادل؟ على فكره بقى انا بزعل منك قوي لما بتقول كده. احنا ملناش غير بعض، وممكن قوي نحقق كل احلامنا بشويه حب وشويه وقت. انا الحب اللي في قلبي ليك يا نهاد لو اتوزع على العالم كله كان العالم يتملى بالحب. بس انا مشكلتي الحقيقيه هي الوقت. الوقت مش في صالحي ابدا يا نهاد. يا عادل مفيش حد بيجري ورانا. المستقبل بتاعنا احنا الاتنين بنبنيه مع بعض، وما دمنا اختارنا بعض يبقى مفيش اي حد هيقف قصادنا. اديله 5 ايام لحد دلوقتي، لا جه ولا اتصل ولا ايوه حاجه. تفتكر ايه الحكايه؟ مش عارف. انا خايف
خايف يكون جراله حاجة. الناس دول مش سهل، ولو وقع في ايديهم النوبية دي مش هينفد سليم. طب وبعدين والعمل؟ هنفضل ساكتين كده؟ لازم نعمل حاجة. هنعمل ايه بس؟ احنا لا عارفين له مكان ولا سكة ولا اي حاجة خالص. طيب برضو هنتصرف. استاذ عادل، دي خطوة عزيزة. انت مين؟ انا شوقي. شوقي عبد الباقي. انت ما تعرفنيش قبل كده، لكن انا اعرفك كويس من اللي سمعته عنك. سمعت عني من مين؟ من الحبايب. ممكن اعرف انا هنا ليه؟ طيب مش لما نقعد الأول عشان نعرف نتفاهم، ولا هنفضل واقفين كده؟ اتفضل. سيجار؟ طب تحب تشرب حاجة؟ أنا ما بدخنش، مش عايز اشرب حاجة. على كيفك. استاذ شوقي، انتوا خدتوني من البنسيون ورميتوني هنا يومين، اظن من حقي اعرف انتوا مين وبتعملوا ده ليه. بنعمل ده عشان نحميك. ما خلصناش نسيبك لحد ما البوليس يمسكك ويوديك لحبل المشنقة. قد كده انا مهم بالنسبة لكم؟ ما تتصورش قد ايه. طيب وايه السبب؟ ايه مش عارف؟ الظرف مش كده؟ برافو عليك. انتوا كم واحد؟ كم واحد يعني ايه؟ اصلا انا كنت فاهم ان الظرف ده مهم بالنسبه لبسيوني طه لوحده. لا ده يهم ناس كتير قوي، وانت عارف كده كويس. طيب وايه المطلوب مني؟ تدينا الاوراق بتاعتنا. اديكوا الاوراق واروح انا في 60 داهية، تاخدوا انتوا كل حاجة وتشيني انا في جريمة ما عملتهاش. وهي الاوراق دي لو فضلت معاك هتبرأك من الجريمة؟ لا طبعا، بس انتوا تقدروا تبرأوني. استاذ عادل، انت انسان ذكي ومخك كبير، ما يصحش تقول الكلام ده. يعني ما يصحش اقول الكلام ده يعني ايه؟ يعني انت عارف كويس ان جريمة القتل دي لو برأناك منها بالشكل اللي انت بتقول عليه، كأننا بنقول للبوليس ان احنا اللي قتلنا رشد الألفي، وده طلب مش منطقي ومش معقول. المنطقي والمعقول ان انا اتشنق في جريمة ما عملتهاش. انا ما قلتش كده، بس زي ما هتساعدنا احنا كمان هنساعدك، بس بالشكل المعقول اللي ما يضركش ولا يضرنا. ازاي بقى؟ هنهربك برا مصر. افضل حياتي كلها
عايش مطارد هربان؟ وماله؟ لما تعيش هربان ومطارد مش أحسن ما تعيشش خالص؟ ده إيه؟ تهديد؟ لا، دي نصيحة. أستاذ عادل، أنا بقدم لك فرصة ذهبية عشان تنقذ نفسك وتنفد بعمر. إحنا طبعاً مش هنسيبك تسافر كده، إحنا هنديك الفلوس اللي تقدر تعيش بيها وتبدأ بيها حياتك من جديد. صدقني أنا بالعرض ده بقدم لك فرصة كبيرة يمكن ما تتعوضش تاني. وإذا أنا رفضت العرض ده؟ ما افتكرش إنك هترفض، لأنه الحل الوحيد اللي قدامك. إحنا بنعرضه عليك عشان عايزين المسألة تتم بشكل ودي، ولأننا عارفين إن مالكش ذنب في الحكاية دي وإن الظروف هي اللي ورطتك فيها. إنما لو حاولت تنشف دماغك أو تلعب علينا فيكون في علمك إن إحنا هنضطر نتصرف معاك تصرف تاني خالص، زي ما تصرفت مع رشدي بيه. برافو عليك. ودي برضو نصيحة؟ لا، ده تهديد. طيب افرض ان انتوا نفذتوا التهديد ده وقدرتوا تخلصوا مني، تفتكر انكوا هتقدروا تخلصوا من الحاجات اللي انتوا متورطين فيها؟ شوف يا ابني، اذا كنت فاهم ان احنا متورطين في حاجه فتبقى غلطان. احنا شغلنا مظبوط 100%، عمرنا ما بنعمل حاجة غلط أو ضد القانون، بالعكس إحنا ماشيين على القانون قوي. لكن كمان بنشغل مخنا، والتجارة فن. ها؟ فن وشطارة زي ما بيقولوا. طيب لما أنتوا شغلكم مظبوط وقانوني، خايفين ليه الأوراق اللي كانت في الظرف تقع في إيدين حد؟ إحنا ما بنخافش من حد، إحنا نخوف بلد. قصدك تسرقوا بلد؟ إحنا إذا كنا حريصين على إن الأوراق والمستندات دي ترجع لنا فلأن فيها تفاصيل عمليات وصفقات كاتبنا وبين شركتك، وإنت عارف كويس إن دي أسرار مهنة ما يصحش إن حد يعرف عنها حاجة. ومين قال لك إنها مش معروفة؟ يعني إيه؟ شوقي بيه، العمليات والصفقات إياها اللي كانت بينك وبين شركتنا ريحتها فاحت قوي. لازم تعرف إن الموظفين اللي عندنا مالهمش سيرة وكلام إلا في الحاجات دي. هما يمكن ما يعرفوش انتوا مين ولا عددكوا كام، لكن مالهمش سيرة الا العمليات دي والقذرات اللي حاصلة فيها. يعني يمكن دلوقتي في ناس تانية النهاردة ما عندهاش فكرة، بس بكرة هتبقى سيرتكوا على كل لسان، لان اللي بتعملوه اكبر من انه استخبى. اسمع يا جدع، انت إذا كنت فاهم إنك ممكن تهوش بالكلام الفارغ والخطب اللي أنت بتقولها دي فوفر تعبك واسكت أحسن لك. مش إحنا اللي نخاف من شوية موظفين عجر زيك بيجيبوا في سيرتنا؟ لا أنت ولا شركتك ولا مليون زيكوا ممكن يخلونا نتهز أو نخاف، فاهم؟ إحنا عارفين إحنا مين وبنعمل إيه. أفتكر أنا بتكلم معاك بقالي أكتر من ساعة ولغاية دلوقتي ما طلعتش بنتيجة، وكمان ما عنديش استعداد اضيع معاك وقت اكتر من كده. احنا مش عاوزين منك غير الاوراق بتاعتنا، وقصاد كده هنسهل لك هروبك من مصر، وهنديك المبالغ اللي تقدر تعيش بيها وتدبر بيها امورك واحوالك. انما بقى اذا حاولت تدعي ان الظرف ضاع فمش هيكون في قدامنا غير تصرف واحد، افتكر انت عارفه كويس. على كل حال ما تردش عليا دلوقتي، انا هسيبك تفكر لغايه بالليل،
بس احب لما نتقابل تكون وصلت العقاد نافع. ايه يا شوقي، عملت معاه ايه؟ كلمته، فهمت معاه على كل حاجة، وصلت النتيجة يعني تقريبا. هو طبعا عارف قيمة الأوراق والمستندات اللي معاه، عشان كده طمنته من الأول إن احنا مستعدين نقبل مساومته عليها. ليه؟ هو طلب منك فلوس؟ لا، هو مش غبي عشان يطلب فلوس في الأول كده، بالعكس ده حاول يحسسني إنه مش مهتم بحكاية الفلوس دي خالص. كل اللي يهمه ان احنا نشهد معاه عشان نبرأه من جريمة قتل رشد الألفي. طبعا هو بيقول كده بس، انما هو يقصد يعلي سعر المستندات. المهم انتهيت معاه على ايه؟ فهمته ان احنا هنشتري منه المستندات بالمبلغ اللي هو يحدده، وطمنته كمان ان احنا هنهربه بره البلد وهنبعده تماما عن ايد البوليس. لا يا شوقي، لا، انت بالطريقة دي بتخليه يحس ان هو اقوى مننا وان احنا مذلولين له، وهتخليه كمان يلعب بينا اكتر من كده. لا، اطمن يا بسيوني، انا قدمت له العروض دي كلها، وفي نفس الوقت فهمته انه نقدر نتصرف معاه تصرف تاني خالص. فهمت ان حياته مرهونة بان الاوراق والمستندات دي لازم تبقى في ايدينا، وضربت له مثل باللي احنا عملناه مع رشد الالفي، وضحت له انه كان رافض يدينا المستندات وعشان كده دفع حياته تمن الرفض ده. وعلى فكرة يا بسيوني، الولد ده ذكي جدا. ايه؟ ذكي جدا؟ ليه بقى؟ لما حس بكلامي ان في لهجة تهديد ابتدى يهدد هو كمان، بس من بعيد لبعيد. يهدد ازاي بقى؟ فهمني ان عملياتنا مكشوفة قدام ناس كتير من اللي بيشتغلوا في الشركة. قال لي صحيح هم مش عارفين انتوا مين دلوقتي، لكن هيعرفوا بعد كده لان عملياتنا ريحتها فاحت. و تفتكر كلامه ده حقيقي؟ لا يا بسيوني، ما افتكرش، دي منورة بيحاول يعملها عشان ما يخليناش نأذيه أو نتخلص منه. بيحاول يفهمنا إن أوراقنا مكشوفة عشان يهددنا ويخوفنا ويخلينا نخضع لكل طلباته. على كل حال يقول اللي هو عاوز يقوله، المهم إن احنا ناخد الأوراق والمستندات وخلاص. طب وانت هتقابله تاني امتى؟ النهارده بالليل. اديته فرصة عشان يفكر وبعدين يجي يديني رأيه. وتفتكر هتوصل معاه لحاجة يعني؟ طبعا. طبعا. ويعني اللي مخليك متأكد قوي كده؟ لأن ما عندوش فرصة إنه يختار غير اللي احنا هنقوله له. لأنه هو اللي في ايدينا مش احنا اللي في ايديه. لا يا شوقي، لا، انا برفض الطريقه اللي انت بتعالج بيها الموضوع ده، لان الولد ده كل ما بيحس باي تراجع منك بيطلب مطالب تانيه جديده. كان لازم تتبع معاه اسلوب اخر غير كده، وطريقه تانيه غير كده. طرق ايه واسلوب ايه؟ ما انت عارف ان احنا استخدمنا معاه كل الطرق وكل الاساليب، مفيش حاجه نافعه معاه خالص. على كل حال الحكايه دي بقت مسؤوليتك انت لوحدك. بس خد بالك يا شوقي،
اوعى الولد ده يلعب بيك، ده ولد دحلاب. الله، جرى ايه يا بسيوني؟ بقى حتة واد زي ده هيلعب بي انا؟ انا العب بيه وبمليون واحد زيه كده. طيب يا سيدي، هدي احنا هنشوف. استاذ حسين، احنا عاوزين نتكلم مع حضرتك كلمتين، مجرد استفسارات. طيب مش المفروض في الحالات اللي زي دي يبقى معايا المحامي بتاعي؟ من حقك طبعا، بس انا شايف ان الموضوع ما يستحقش. جايبين نتحققوا معايا علشان الموضوع ما يستحقش؟ استاذ حسين، احنا ما بنحققش معاك، احنا اساسا مش موجهين لك اي اتهام. كل الحكايه ان احنا عاوزينك توضح لنا بعض الحاجات. زي ايه؟ زي مثلا ترددك المستمر على بيت عادل عبد الحميد. انا بتردد على بيت عادل باستمرار بقالي اكتر من 20 سنة، لانه صاحبي وزميل دراستي من واحنا اطفال. ده صحيح، بس اليومين دول الوضع يختلف. عادل صاحبك وصديقك لكن ده متهم في جناية قتل وهربان. افتكر ده ادعى ان اكون قريب اكتر من والدته، لانها ست مريضة وملهاش حد، والواجب في الظروف اللي زي دي اهم من اي اعتبار تاني. طبعا طبعا يا استاذ حسين، الصداقة الحقيقية ما بتبانش قيمتها غير في وقت الشدة، بس ساعات الواحد بيتمادى في واجباته اكتر من اللازم لدرجة تضره هو. افهم الكلام ده ان مروح البيت عادل ممكن يضرني؟ لا ابدا، اللي دورك حقيقي ان يكون فيه بينك وبين عادل اي اتصال من اي نوع. استاذ حسين، انت تعرف طبعا عقوبة اللي يخفي معلومات او يتستر عن مجرم هاجر. حضرتك بتكلمني زي ما اكون انا اللي مهرب عادل او مخبيه عنكم. استاذ حسين، انا ما قلتش كده، انا بحذرك ان يكون فيه بينك وبين عادل اي اتصال من غير ما تدينا خبر. استاذ حسين، اكيد عادل هيتصل بيك او بوالدته او بخطيبته في الايام اللي جايه. انا بطلب منك اول ما تشوفه تبلغنا فورا. استاذ حسين، انت لما تعمل كده مش هتضر عادل او تاذيه، بالعكس انت هتساعده، لان الهرب مش في مصلحته يا استاذ حسين. اذا كانت الحكايه كده يا ابني بلاش تيجي هنا خالص. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا نينا؟ نينا بتتكلم صح، مش معقوله بعد ما تقف جنبنا في الظروف دي يسبب لك مشاكل. يا ناهد، انا لو بطلت اجي هنا مره واحده كده يبقى كاني بقول للبوليس ان مجي كان وراه حاجه تانية. لازم كل شيء يستمر عادي زي الاول. تمام. طب ولما عادل يتصل بينا هنتصرف ازاي؟ هو طبعا مش هيتصل بالتليفون لانه عارف انه ممكن قوي يكون متراقب، واغلب الظن انه هيجي بنفسه زي ما جه المره اللي فاتت. المهم اول ما يجي اتصل بيا على طول، بس طبعا مش هتقولي لي تعالى علشان عادل جه. احنا هنتفق على سيم، يعني مثلا تقولي الدكتور شاف التحاليل بتاعت نينا وطمنا قوي. ايوه عادل، وصلت لايه؟ انا مستعد اسلمكم الظرف. برافو عليك، انا كنت واثق ان ده هيكون ردك لانك انسان ذكي. بس بشرط. ايوه يا عادل. 100,000 دولار. $100,000؟ مش ملاحظ انك مبالغ شويه في قيمه الظرف؟ بالعكس يا شوقي بيه، ده انا حتى تقديري متواضع قوي زياده عن اللازم. ده اقل مبلغ ممكن اعيش بيه بره مصر، لما احطه في بنك هيعمل لي فوائد شهري $1,000.
اعتقد يعني ان مفيش حد يقدر يعيش في اوروبا بمبلغ اقل من كده. على العموم مش هنختلف، المهم فين الظرف والاوراق. عند اتنين من معارفي. مين دول؟ الرئيس سليمان والمعلم صابر. ايوه بيعملوا ايه؟ بيشتغلوا ايه؟ ما افتكرش انه يهمك تعرف عنهم حاجه. ايوه بس انت ضامنهم؟ واثق ان الظرف معاهم في امان؟ طبعا، والا ما كنتش اديته لهم. طب خلاص كلمهم يجوا اسكندريه ويجيبوا الظرف معاهم. يا شوقي بيه، انت متصور ان الموضوع ممكن يتم بالبساطه دي؟ يعني ايه شوقي بيه؟ انا لما شلت عندهم الظرف اتفقت معاهم ما يسلموش الظرف ده لحد غيري وفي ايدي كمان، وما يخرجوش بيه بره بيتهم مهما كان السبب. حتى لو انت اللي قلت لهم يجيبوه ويجوا؟ طبعا، لان انا ممكن اطلبه منهم وانا تحت التهديد. ده انت مفكر في كل حاجه اهو. يا شوقي بيه، ما انا كمان لازم اعمل كده. طول ما الاوراق دي في امان حياتي في امان. طب وفين بيت الناس دول؟ في الدراسه عند الترب. هناخد منهم الاوراق ازاي؟ تيجوا معايا لحد هناك تسلموا الفلوس وتستلموا الظرف. طب وهتخرج بره مصر ازاي؟ طب انا مرتب كل حاجه كويس. استاذ عادل، انا مش مستريح للحكايه دي. حكايتي حكايه ان احنا نبعت معاك ناس يسلموهم الفلوس وتسلمهم الاوراق. انا مش عارف، انا ما افتكرش ان انا حوافق على الطريقه دي. بس الطريقه دي هي اللي تضمن لي سلامتي وتضمن لي حقي. لا لا، انا مستحيل اوافق على الكلام ده. الولد ده بيلعب بينا يا شوقي، عايز يضمن انه يخرج من عندك وخلاص. واول ما هيبقى في امان عند الناس بتوعه مش هتقدر ابدا تطول منه لا ابيض ولا اسود. لا يا شوقي لا، انا فاهم الولد ده كويس قوي. ده حلاب تعبان، وانا استحيل اسيبه يلعب بينا اكتر من كده. يا بسيوني اهدى بس عشان نعرف نتفاهم من غير عصبيه. انا معاك انه كان بيلعب بينا في الاول، بس هو كان بيعمل كده عشان يعرف الاوراق قيمتها عندنا قد ايه، وبعد كده يطلب اللي هو عاوزه. لكن دلوقتي ما دام احنا هنديله اللي هو طلبه، ايه اللي هيخليه يهرب مننا تاني؟ اذا خدت رايي انا بقى في الموضوع ده، فانا شايف ان بسيوني بيه كلامه مليون الميه صح. الولد ده لو سافر مصر يا شوقي بيه وراح عند الناس اللي بيقول عليها دول، وفي الحته دي بالذات، ولا انت ولا بسيوني بيه ولا الجن الازرق هيعرف طريقه. يا بهوات يا بهوات، اسمعوني بقى، خدوا رأينا الآخر، ما بتاخدوش رأيي ليه؟ ما حدش حاسس باللي بيا، اسمعوني بقى، اسمعوني، أنا رأيي إيه؟ نتصل بكاظم بيه ونعرض عليه الموضوع. أنت إيه حكايتك أنت راغب؟ ها؟ نعم. كل كلمة والتانية تقول لي كاظم، نسأل كاظم بيه، نستشير كاظم بيه، إيه؟ مش مالين عينك ولا إيه؟ لا لا، أنا ما أقصدش. أنت تخرس خالص. بس يا حسن، اسكت. خلاص يا بسيوني، أنا هتصرف. هتتصرف؟ طب قول لي بس هتعمل إيه؟ أنا حوافق على اللي أنت طلبته، بس في حاجة مهمة لازم تعرفها. أنا هتمم الحكاية دي على أساس كلمة شرف بينا، وأي محاولة منك للغد أو أي لعبة هتلعبها علينا هتدفع حياتك تمنها. أنت
تقدر دلوقتي تتصل بالناس بتوعك عشان تبلغهم. كلمهم. التليفون ده فيه ترانك. اطلب 02 وبعدين اطلب نمرتهم في القاهرة. رد. الو. ايوه انا. مين اللي بيتكلم؟ لا مؤاخذه، عادل افندي، انت فين يا راجل؟ برجلت مخنا. انا بكلمك من اسكندريه، من عندي اصدقائنا بتوع الظرف. احنا خلاص اتفقنا. اتفقتوا على ايه لا مؤاخذه؟ هما وافقوا يدفعوا المبلغ اياه. انا هاجي لكم بكره، انتوا تسلموهم الظرف وتستلموا منهم الفلوس. استلم الظرف واسلمهم الفلوس؟ انت في حد جنبك لا مؤاخذه؟ طبعا. اليومين اللي فاتوا كنت عندي شوقي بيه وفي ضيافته. ده الصديق اللي انا عملت معاه الاتفاق. المهم بس انا حبيت ابلغك واعرفك ان احنا جايين لك بكره عشان تبقى تخلص كل حاجه. مع السلامه. غريبة قوي. ايه؟ في ايه؟ عادل افندي بيقول انه جاي بكرة هو والجماعة اياهم عشان ياخدوا الظرف ويدونا الفلوس. ظرف؟ ظرف ايه وفلوس ايه؟ مش عارف. الظاهر انه وقع في ايديهم وما كانش في طريقه قدامه يخلص بيها نفسه غير ان يقول لهم ان الظرف عندنا عشان يجوا يستلموه وهو معاهم. يعني هم هيجوا على هنا وهو معاهم؟ ايوه بكره. عفارم عليه، دي حته فكره ما تخطرش على بال ايها حد. بس المساله مش بسيطه زي ما انت متصور. المهم انهم يجيبوه ويجوا وساعتها هنعرف ازاي نخلصوا منهم بايوه شكل. بس لازم نسبك اللعبه كويس. الناس دول مش هبل، مش سهل انهم يشربوها كده. لازم هيكونوا واخدين استحراصهم. انتوا هتسافروا معاه بكره. متولي هيستناكوا بره في العربيه. خليهش يبعد عنك سنتي واحد. خلي مسدسك لازق في ظهره على طول، لان طول ما انتوا مهددينه مش هيقدروا يعملوا لكم حاجه. اذا حسيتوا باي غدر اضربوا فيهم بالرصاص على طول. لما ناخد الظرف منه نسلموا الفلوس على طول؟ بعد ما تتأكد ان الاوراق اللي في الظرف هي اللي احنا عاوزينها اضربوه بالرصاص هو واللي معاه. مش عاوزكوا ترجعوا لي بكره الا ومعاكوا الاوراق وخبر الاستاذ عادل.